بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سريعا كده هنحل مع بعض يا شباب قطعة من قطع الفهم الـ Comprehension Passages اللي كانت موجودة في كتاب A1 Treasure السنة اللي فاتت. الفيديو اللي أنا هحله معاك ده أو القطعة اللي هحلها معاك دي كانت موجودة في كتاب A1 Treasure السنة اللي فاتت. طبعا كتاب A1 Treasure مش هينزل السنة دي، لكن هينزل مكانه كتاب برضو عظمة جدا اسمه A1 Practice، هيكون حاجة محترمة جدا 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 بشكل لا يقارن ان شاء الله رب العالمين. لما ينزل كده هعرفكم. احنا هنحل القطعه كده ونبدا زي ما احنا شغالين كده كل يوم، والتاني هننزل فيديو على حاجه مختلفه لحد ما توصلنا الكتب، ويبدا نحدد كتاب معين وهحله معاكم على قناه اليوتيوب. اللي انا محتاجه منك بس تعمل دعم للقناه عن طريق تعمل لايك للفيديو. الفيديو مثلا لما يتسمع، لما كل واحد يفتح الفيديو يسمعه فيعمل لايك للفيديو، الفيديو هينتشر وبالتالي ناس كتير هتسمع، وهيكون الفيديو واخد انتشار محترم، فهنتحفز ان احنا نعمل فيديوهات اكتر من كده. فحضرتك لما تعمل لايك للفيديو ده بالنسبه لك ثانيه واحده وبعدي، ولما تكتب تحت كومنت فبرضه دي حاجه بالنسبه لك سريعه، لكنها بتفرق معايا انا شخصيا نفسيا كده، اني بحس الناس بتقدر يعني، فالناس تستحق التقدير. تعال نبدا مع بعض نقرا القطعه ونشوف القطعه دي عايزه ايه. بسم الله. المفروض القطعه دي ان احنا نقراها الاول قبل ما نحلها، وبالتالي انا هقرا القطعه واحلها معاكم. اول حاجه عشان تحل القطعه بشكل كويس المفروض تقرا الاسئله. انا شخصيا قبل ما اقرا الاسئله دلوقتي او قبل ما اقرا القطعه معاك، انا قرات الاسئله الاول قبل ما اجي هنا. طبعا ما عملتش كده في الفيديو عشان ما نضيعش الوقت. ان اول حاجه لازم تعملها انك تقرا الاسئله. ايه لازمه انك تقرا الاسئله؟ قراءه حضرتك الاسئله بتفهمك ان في نقاط معينه وانت بتقرا في التكست في النص هنركز عليها. طب يا مستر وانا بقرا في القطعه لقيت اجابه سؤال، خد تحته خط وما تروحش تكتبه غير لما تخلص، اكتب عليه رقم واحد مثلا على سبيل المثال. يعني الجمله اللي بعد كده لقيت اجابه رقم 2 اكتب عليها رقم 2، بس مش جاري 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 تنقلها، يعني استنى على نفسك شويه لما تتاكد الاول. يبقى المفروض نقرا الاسئله وبعدين نقرا القطعه. حلو كده الكلام. تعال نبدا. بسم الله. بيقول لك if you think of the jobs robots can never do، لو انت فكرت في الوظائف اللي الانسان الالي ما يقدرش يعملها، you would probably put doctors and teachers at the top of the list، اكيد هتفكر ان الدكاتره والمعلمين اول ناس ما ينفعش الروبوت يعمل وظائفهم. It's easy to imagine robotic cleaners، ممكن تلاقي في روبوت بينظف في البيت، factory workers روبوتات شغالة في المصانع كعمال، but some jobs need human connection، بس في وظائف محتاجة تواصل بشري وآدمي and creativity وإبداع من البشر، حد يفكر في المواقف. But are we underestimating what robots can do؟ underestimate دي معناها يزدري أو يقلل من. هل إحنا بنقلل من بننقص من قدر الإنسان الآلي وما يفعله؟ In some cases في بعض الأحوال they already perform better than doctors، هم أحيانا بيؤدوا أكتر من الدكاترة. At diagnosing illness، في كلمة diagnose دي معناها يشخص الدواء المرض، في تشخيصهم للأمراض. أيضا some patients might feel more comfortable، بعض المرضى ممكن يشعروا بارتياح أكبر لما يشاركوا personal information، لما يحكوا عن تجاربهم وخبراتهم الشخصية مع إنسان آلي مع ماشين، يعني أحسن ما يشاركوها مع البشر، لأن الإنسان هيسمع الخبر ويزعف الدنيا، لكن إنسان آلي مش هيعمل كده. Could there be place for robots in education after all؟ هل هيكون في للإنسان الآلي ليه دور في عملية التعليم بعد كده على 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 أساس ذلك يعني؟ British education expert Anthony Seldon، واحد اسمه كده اسمه أنتوني سيلدون، ده واحد من خبراء التعليم في بريطانيا. Thinks بيعتقد ذلك، بيعتقد إن الإنسان الآلي هيحل محل المعلم. And he even has a date for robots take over of the classroom. بيقول لك ان الراجل ده بيفتي بيقول ان الانسان الالي في 2027 هيكون قادر ان هو يحل محل المعلم في الفصل. وبيتنبأ ان الانسان الالي will do the main job. وبيقول لك الانسان الالي ده هيقوم بالوظيفه الرئيسيه اللي بيقوم بها المعلم. من transferring information، من نقل المعلومات، and teachers will be like assistants، والمدرسين هيكونوا مساعدين للانسان الالي. الراجل ده خيال واسع، شايف ان المدرس الانسان الالي هيبقى المدرس الاصلي، والمعلم الطبيعي البني ادم اللي زي كده مثلا هيبقى مساعد للانسان الالي. Intelligent robots will read student's face، اللي الروبوت الانسان الالي الذكي هيقرا وجه الطالب وتحركاته، maybe even brain signals، ممكن كمان يوصل للحركات اللي في ذهن الطالب بيفكر في ايه. Then they will adapt the information to key to each student، وبعدين هيخزنه وهيعدلوا المعلومات دي بحيث تكون ملائمه لكل طالب. It's not a popular opinion and it's unlikely robots will never have empathy. بقول لك ان الراي ده it is not popular، ده راي ده مش معروف مش محبوب غير مقبول. And it is unlikely robots will ever have empathy and the ability to really connect with humans. عمر الانسان الالي ما هيكون عنده التعاطف او التفاهم مع القدرات البشريه with humans like another human can، يعني عمر الانسان الالي ما هيوصل ان هو يكون عنده تفهم وفهم وتعاطف مع البشر زي ما الانسان بيعمل. One thing is certain، في حاجه مؤكده. Also برغم من ده كله في حاجة مؤكدة. ايه هي؟
A robot teacher is better than no teacher at all. الإنسان الآلي أفضل من إن إحنا ما يكونش عندنا أصلا مدرس. يعني لو في مدرسة ما فيهاش مدرس وجبنا لها إنسان آلي، ده أفضل ما يقعدوا الطلبة من غير مدرس. In some parts of the world، في بعض أجزاء العالم، there aren't enough teachers، ما فيش مدرسين إطلاقا. 9 to 16% of children under the age of 14، يعني حوالي من 9 ل 16% من الأطفال اللي عمرهم تحت ال 14 سنة ما بيروحوش أصلا مدارس. That problem could be partly solved، المشكلة دي ممكن نحلها جزئيا باستخدام الإنسان الآلي، لأن هم ممكن يدرسوا في أي مكان and won't get stressed، وعمرهم ما يقعوا تحت ضغط or tired، ولا بيتعبوا or move somewhere for an easier or higher paid job، ولا عمرهم هيقول المدرسة دي ما بتدينيش مرتب كويس والمدرسة بتشغلني أكتر، أو هيبحثوا عن مكان فيه وظيفة مرتبة أكبر. Those negative aspects of teaching are sometimes something everyone agrees on. الجوانب دي السلبية دي كل الناس متفقة عليها في التدريس، إن التدريس المدرس بيشتغل كتير وبيبحث عن وظيفة أخرى وكده يعني. Teachers all over the world are leaving. المدرسين في كل العالم بيسيبوا شغلهم because it's a difficult job. لأنهم بيعتقدوا إنها شغلانة صعبة and they feel overworked وإن هم بيشتغلوا شغل زيادة. Perhaps the question is not، السؤال المفروض ما يكونش كالتالي، المفروض ما يكونش ايه بقى، هل الانسان الالي هيحل محل المدرس؟ المفروض يكون السؤال how can robots help teachers، ازاي الانسان الالي المفروض يساعد المدرس. Office workers can use software، العمال في المصانع ممكن يستخدموا البرامج علشان تقوم بعمليات حسابيه وينظموا ويردوا على الايميلات. Arrange meetings، يرتبوا الاجتماعات and update calendars، ويعملوا تحديث لليوميات. المعلم waste a lot of time، المدرس بيضيع وقت كتير جدا في القيام بمهام non-teaching، غير تدريسية، بما فيهم بقى بأن هو بيقضي 11 ساعة في الأسبوع marking homework، في تصحيح الواجب. If robot could cut the time، لو الإنسان الآلي ممكن يختصر الوقت ده اللي المدرس بيقضيه في تصحيح الواجب and working robots writing reports، وكتابة التقارير للطلبة، teachers would have more time. يعني لو الإنسان الآلي بيساعد المدرس في المدرسة في تصحيح الواجب وعمل تقارير للطلاب، فده معناها إن المدرسين would have more time and energy for the parts of the job humans do best، وبالتالي كده هنفضل المدرس بحيث يقوم بالوظائف اللي البشر بيعملوها أفضل من الإنسان الآلي. تعال نشوف، طبعا بقرأ القطعة بشكل سريع جدا علشان الوقت ما يكونش طويل على سيادتك. طبعا أسئلة زي ما قلت لك أنا قرأتها قبل كده، فالمفروض حضرتك لو هتيجي أول مرة تقرأ القطعة وبعدين تحلها فأنت بتهزر. لازم انت تقرا الاسئله وبعدين تقرا القطعه وبعدين ترجع تاني تقرا الاسئله. طب ايه لازمتها؟ انا قرات الاسئله الاول فخدت تصور الراجل بيحكي عن ايه، وانا بقرا في القطعه التصور ده كبر شويه او اتصحح، لانك ممكن تكون فاهم السؤال غلط. فلما تيجي تقرا السؤال مره تانية بعد ما تقرا القطعه ممكن تكتشف ان في سؤال كنت انت فاهمه غلط ودلوقتي فهمته صح. اول واحده، it's easy to think that robots، سهل ان احنا نعتقد ان الانسان الالي او الوحده will replace people even if we don't like the idea، هيحل محل الانسان حتى لو احنا مش حابين الفكره. Are more capable than people and it is true، أكثر قدرة من الإنسان وده صحيح. Can do less than people but it is not always true، ممكن يعملوا وظائف أحسن من البشر بس ده مش دايما، زي في حالة المدرسين مثلا. Will become less efficient in the future، هيكونوا أقل كفاءة في المستقبل، طبعا ده هيكونوا أكثر كفاءة في المستقبل، وبالتالي الإجابة رقم C اللي هي الإنسان الآلي ممكن يعملوا أقل من البشر لكنهم but it's not always true، ممكن يشتغلوا اقل من البشر ما يفعله البشر يعني، ولكن ده مش دايما زي ما في حاله المدرسين. رقم 2، انتوني سيلدون ده بيعتقد ان المدرسين في المستقبل سوف، هو الراجل ده قال لك ان المدرسين هيساعدوا الروبوت، يبقى انت كده هتقول هيلب روبوتس ان كلاس روم مش العكس. طب 3، اكوردنج تو ذا باسج، وفقا للقطعه، روبوتس ويل بروبابلي نيفر، وفقا للقطعه فالانسان الالي عمره ما هيكون ايه بقى، دي بوبولار تشويس فور تيتشرز، اه هي دي من غير ما نكمل، عمر الانسان الالي ما هيكون البديل للمعلم اطلاقا، اللي هي رقم ايه، رقم ايه. 4، ذا باسج تيلز اس ذات سام بورتس اوف ذا وورلد، القطعه بتقول لك ان في بعض الدول في العالم باي روبوتس تو تيتش، بيدفعوا مرتبات للانسان الالي عشان يدرس، ولا اوريدي يوز روبوتس ان تيتشنج جوبس، بيستخدموا الروبوت الانسان الالي عشان يدرس او يقوم بوظائف التدريس. هاف شورتج اوف تيتشرز، ولا have shortage of students، هو في القطعة قال لك ان في بعض الدول ما فيهاش مدرسين، ساعة ما كان بيقول لك مش عارف من 6 ل 9 ايه كده، وقال لك ان الاماكن دي بيستخدموا الانسان الالي عشان يدرس بدل المعلم، وبالتالي الاجابة رقم سي فعلا عندهم نقص في المعلمين وبالتالي بيعتمدوا على الانسان الالي. 5، it can be concluded from the text that teachers، ممكن نفهم من القطعة ان المدرسين الاجابة رقم بي have less job than office workers، less help sorry، يعني بيحصلوا على مساعدة أقل من العمال في المكاتب. تالي كده القطعة بتقول
ان المدرس بياخد دعم اقل من عمال المكاتب. طب ليه؟ لان عمال المكاتب الانسان اللي بيكتب لهم تقارير وبيعمل لهم كل حاجه، لكن المدرس لا. The passage states that robots could، بيقول لك القطعه دي بتبين لنا ان الانسان الالي ممكن يصحح الواجب homework homework اللي رقم بي. طبعا دي رقم بي اللي هي دي. طيب رقم 7 based on information in the test، وفقا للمعلومات اللي في التكست دي المفروض تكست. من مميزات الانسان الالي المدرس هو انه، الانسان الالي لو هنخليه مدرس فمن مميزاته بقى ان هو زي dont want rest، مش محتاجين يرتاحوا ولا بيطلبوا النقل من مكان لمكان. The closest definition of the underlined word empathy، empathy يعني تعاطف. يا ترى معناها being selfish انك تبقى اناني؟ لا. طب treating other people badly؟ لا برضه، مش هتعاملهم سيء. being cruel انك تكون قاسي؟ لا برضه. يبقى understanding انك تكون بتفهم الناس وتتشارك معاهم. زي ما ذكر في الباراجراف الاولاني عكس كلمه underestimate، underestimate زي ما قلنا معناها يزدري او يقلل من شأن. عندك كلمه degrade معناها يزدري بنفس المعنى. devastate يدمر، exaggerate يبالغ، downgrade معناها ينزل من رتبه او يحتقر مثلا او يقلل من. وبالتالي انت شايف ان عكس كلمه يزدري عكسها، عكس كلمه underestimate يعني يقلل من، عكسها يبالغ. لما اقول لك انا اقلل من شأن فلان يعني عكسها بقى ابالغ في رفع شأنه. ايه من دول مش صح؟ تعال نشوف. teachers are overworked، المدرسين بيشتغلوا كتير. اه فعلا دي صح، ما ينفعش نختارها. ركز نعمل لك نوت بالكابيتال ازاي. teaching is a hard job، التدريس وظيفة صعبة. اه فعلا وظيفة صعبة، يبقى مش هنختار دول. there are enough robots now to do، في انسان آلي كتير جدا بحيث انه يعمل حاجات كتير مكان البشر. ولا intelligent robots will read students face، الانسان الآلي هيقرأ الأوجه. يبقى رقم بي فعلا هي اللي المفروض مش صح وفقا لما جاء في النص. قطعه انا حلتها سريعا، اتمنى انها تكون مفيده بالنسبه لك. انت حاول تقراها على مهلك وتحلها على مهلك، ما تجيش عند اللي انا عامله ده غير في الاجابات مثلا لو انت بتزهق من القراءه او انك تشوف الناس الاخرين بيقراوا.